أهلا أعزائي المشاهدين، أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور. هذه الحلقة حلقة خاصة رح نشاهدها بث مباشر، ورح تكون معي ضيفي الأخت كاثرين شهوان من منطقة بيت جالة بيت لحم، ورح نستضيفها بعد قليل. وهي الحلقة عبارة عن جزء ثاني للحلقة اللي يمكن كتير منكم شاهدوها وسمعوها أيضا، وكان في تعليقات كتيرة وكان في اهتمام كبير طبعا في الأخت كاثرين، وكتير ناس تحركت بشكل إيجابي في أي مكان كنت، بأفريقيا، كنت في سوريا، كنت في الخليج، في كل مكان كنت بسافر إليه كانوا بيحكوا لي شيء واحد: إحنا تأثرنا من اختبار كاثرين، وإحنا من الأشخاص اللي بيصلوا يوميا وبيرفعوها في صلواتنا. فاليوم طبعا رح نستضيف كاثرين لأنه في تطورات أكثر في اختبارها. فأنا بحب كمان أشجع المشاهدين، فيك تتواصل معنا عن طريق السكايب مباشر، وأيضا فيك تشاهد هذه الحلقة بث مباشر على الفيسبوك أيضا، بحيث أن يكون عندك الإمكانية تشوف هذه الحلقة مباشرة في كل مكان. أحبائي ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير، وفعلا بتمنى أن يحطوا الآية اللي على قلبه من رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا الإصحاح الثامن، عندما يجيب على هذا السؤال: من سيفصلني عن محبة المسيح؟ ابقوا معي. أهلا أعزائي المشاهدين، أنتم تشاهدون برنامج ليكن نور على القناة الفضائية قناة الحياة بث مباشر، وحديثنا اليوم مع الأخت كاثرين شهوان، وهي معانا على السكايب من منطقة بيت لحم. أهلا وسهلا أخت كاثرين. هلا هلا كاسيس، مساء الخير إلك ولكل المشاهدين في كل أنحاء العالم. ربنا يباركك يا أخت كاثرين، وإحنا كتير كتير فرحانين أنك أنت موجودة معنا اليوم. قبل ما أبتدي بالحديث معك كاثرين، راح أطلب أن نشوف فيديو قصير، الفقرة الأولى من اختبارك اللي كان طبعا من أكم شهر، تفضلوا حتى نشوفه مع بعض. رحت على المستشفى، الدكتور عمل تشخيص، ويا للمفاجأة الكبرى، كيف كان ردة فعلك لما سمعتي الخبر من الطبيب؟ قالوا لي إنه أنت عندك سرطان ساركوما، وهذا نوع السرطان من أسوأ أنواع السرطان، وكان المرض مستفحل بطريقة ومنتشر بطريقة كبيرة في الرجل. كانت صدمة كبيرة كبيرة لإلي، معقول يعني أصعب نوع سرطان ومنتشر؟ أول إشي فكرت فيه أولادي يوم أشخص إنه أنا عندي سرطان ومش ضايل لي وقت طويل، شو بدي يصير من بعدي؟ كنت أعاتب الرب وأصلي وأبكي له، أقول له يا رب كيف سمحت، كيف سمحت، شو بيصير من بعدي؟ لحد ما سمعت صوت بقول لي في قلبي: ما تخديش دور الله، أصلاً أنت موجودة ولا مش موجودة، أنا اللي بدير بالي على أولادك. مزبوط في خوف ومزبوط في شك وفي أسئلة كتير في القلب، لكن كنت شاعرة إنه أنت ماسك زمام الأمور وفي هدف من وراء مرضي. أهلنا أحبائي المشاهدين، طبعا هاي كان الجزء الأول من الفيديو، يمكن سمعتيه كاثرين، وهذا كان اللقاء معك. هو بكل بساطة كيف استقبلتي خبر
هذا المرض. من هذه الفترة إذا ممكن تشاركينا عن التطورات، شو صار معك؟ بعد الحلقة الأولى أول إشي قبل ما أحكي حابة أشكر كل المشاهدين اللي فعلا صلوا لي، صلواتهم جدا مباركة من كل قلبي، بشكرهم فردا فردا يعني لصلواتهم. قديش نعمة ربنا كبيرة بصلواتهم لسه أنا موجودة. على آخر التطورات اللي أنا سمعتها رحت على ألمانيا، على مستشفى في ألمانيا، لأنه هنا العلاج في إسرائيل قالوا لي إنه ما في أمل، فحسيت إنه لازم أضل أعمل إشي أدور كأنه على أمل جديد. فسمعت على علاج جديد اسمه الهايبرثيرميا في مستشفى في ألمانيا ورحت هناك. من أول أسبوع كانوا بدهم يبلشوا في العلاج معي. العلاج عندهم إشي اسمه هايبرثيرميا، لوكال هايبرثيرميا، وكمان إنفيوجنز، بعطوا فيتامينات، بعطوا محاليل تقوي وترفع جهاز المناعة. بس وانا هناك طول الوقت يقولوا لي بدنا نعمل لك فحوصات جديده، مع اني انا كنت ماخذه معي فحوصات من اسرائيل من المستشفى اخر طبقيه، بس هم اصروا انه نعمل فحوصات جديده. عملوا الفحص الجديد، قالوا لي في المانيا بصراحه طلعوا الاورام عندك اكبر من ما انه نقدر نعالجك، مع انه هذا المستشفى بالذات بيقولوا للمستعصي، للامراض المستعصيه، للاشخاص اللي فقدوا الامل وراحوا، كانه هذا المستشفى اخر امل. حتى هذا المستشفى اللي انا اعتبرته اخر امل قالوا لي بنقدرش نساعدك. ليش؟ لانه الاورام عندي كتير كتير كبيره بشكل هائل. بس مزبوط هيك الوضع. عملوا لي بعد الطبقية، في دكتور عربي هناك طبعا كنا نحكي مع باللغة العربية، أجا عندي على الأوضة بقول لي يعني أنا شايف في الطبقية عدة أضلاع، الجهة اليمين الأضلاع كلها مصابة من السرطان، سرطان ساركوما، ومصابة بشكل كبير. بس أنا اللي شايفه قدامي لازم أشوف واحدة بتصرخ من الوجع، العظم عندك مصاب كله، كيف أنت ما بتصرخي؟ حقيقي هاي نعمة ربنا إنه مزبوط أنا موجوعة بس بطريقة محمولة. بقول للدكتور، بقول لي يا سبحان الله يا سبحان الله، في إشي غريب يعني اللي زيك هلا بيكونوا ياخذوا مورفين بأعلى درجات أو أعلى درجة مخدرات عشان يخفف الوجع اللي إحنا شايفينه في الصورة. نشكر رب، مزبوط الوضع سيء في الجنب، لكن نعمة الرب لسه موجودة يعني. فما قدروش يساعدوني، قالوا لي إحنا بننصحك في عملية لإزالة كل الأضلاع الجهة اليمين. كانوا مصابين 3 أضلاع، هلا صاروا 4، السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة. فهي عملية جدا جدا كبيرة وخطيرة، وبدهم يفتحوا كل المنطقة ويشيلوا العظم ويحطوا عظم جديد بداله. أنا روحت من ألمانيا محبطة من حتى هذا المستشفى ما قدرش يعني يساعدني. بس حقيقي روحت عادي، كأنه طبيعي الوضع، فيش هذاك الخوف. يمكن قالوا لي العملية وكنت خايفة من العملية، جيت على إسرائيل أقول لهم دعم العملية، أخذوا قرار إنه ما يعملوا لي العملية رحمة فيا، عشان العملية جدا مؤلمة. فقالوا لي أول عتالي أنت راح تموتي، فليش تموتي وانتي متعذبة؟ لأنه هاي العملية راح تكون 3 أشهر ألام مبرحة. عشان هيك يعني رحمة فيي خلاص، ما انتي ميتة ميتة، موتي بسلام زي كأنه. أخت كاثرين، تفضل. تفضل. لا أنا بس يمكن في ناس مشاهدين أعتقد أنه يمكن ما عندهم الفكرة عن الاختبار الأول. أخت كاثرين شهوان هي من منطقة بيت جالة، من بيت لحم، شاركت اختبارها من عدة أشهر. الأخت كاثرين مريضة بالسرطان، لكن الشيء اللي شجعني باختبارها إنه عندها أمل، عندها رجاء، عندها قوة داخلية، عندها فرح، عندها سلام. بس حتى نشارك المشاهدين يمكن اللي بشوفونا لأول مرة اليوم، رح نأخذ كمان مقطع
من اختبار كاثر من المرة اللي فاتت حتى نشوف الصورة بشكل أوضح، وبعدين رح أوجه لك الأسئلة يا أخت كاثرين. خلينا نشاهد هذا الفيديو القصير. في هاي الفترة كان عندي ألم في رجلي كبير 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 كبير، بس في الآخر وصلت المستشفى، عملت العملية الأولى، شالوا لي الورم وكل شيء كان ممتاز، كان كانسر فري. لكن بعد فترة كان لازم أعمل إشعاع، كنوع من الوقاية للرجل. في الجلسة 20 لازم 33 جلسة، بلشت تصير مضاعفات في الرجل، بلشت الرجل تنحرق، طلعت ريحة من رجلي. كنت أتأسف للناس لما يجي يزوروني أقول لهم متأسفة من الريحة اللي طالعة من إجري، ماتت رجلي قبل ما أنا أموت. بالآخر قالوا لي إحنا منا نحاول نعالجك في الدود. شو الدود؟ إشي اسمه ماجوت ثيرابي، علاج الدود. هذا الدود بوضعوه على الرجل، بيكون شعيرات يوكل، يعني يوكل اللحم الميت، لأنه كان ميت كتير لحم في الإجر من الراديشن، فكان ميت. فهذا الدود بوكل بس اللحم الميت. أنا اختبرت إنه أكل إجر الدود وأنا عايشة. خلوه 48 ساعة على إجري، فكوه لقيت نص إجري مأكولة. فحسيت قديش الجسد إشي فاني. هل قد الجسد في خلال 48 ساعة راحت الإجر أكلها الدود، ونفس نوع الدود اللي بكلنا وإحنا ميتين هم اللي حطوا لي. يوم من الأيام كانوا ناسين فتحة وطلع الدود كله على جسمي. حسيت إنه أنا بتاكل حقيقي، كأني في قبر وقاعدة بتاكل. قد ما يكون الإنسان غني فقير، راح يوم من الأيام الدود يأكلنا. حسيت إنه فعلاً في جزء تاني في الإنسان أهم كتير من الجسد، اللي هي الروح. الروح الأبدية اللي راح تستمر للأبد. نفس الإنسان لها قيمة عظيمة طبعاً في نظر الرب. واو، لما بفكر في هذا الأمر، ما هي حياة الإنسان فعلاً؟ شو هو الإنسان؟ هل بينتهي في التراب والدود بياكله؟ لكن نشكر الله أنه في قيمة للإنسان بشكل أعظم في نظر الرب. أهلا أخت كاثرين، أنا رح أقتبس شيء من أنت كتبتيه على الفيسبوك، واللي أنت تكلمتي يمكن شاركتي فيه بشكل بسيط. بتقولي: في الوقت اللي قررت أعمل فيه العملية لاستئصال الأورام واستئصال الأضلاع المتضررة من السرطان، اليوم اتصل الدكتور وقال إنه رفضوا يعملوا العملية بعد مشاورات واجتماعات، رحمة فيا مثل ما ذكرت طبعا، لأن العملية جدا خطيرة وكبيرة، مؤلمة جدا، وأنه رح أقعد بالراحة 3 أشهر ألم، وكمان لأنه عندي سرطان في الرئة، السرطان اسمه ساركوما، وكاتب أنت يساوي موت، فليش يعذبوني وأنا رح أموت أول عتالي من سرطان الرئة؟ منطق بصراحة. بس الغريب إنه مبارح صليت وقلت للرب أي قرار بيخدوه الأطباء رح أقبل وراح يكون مشيئتك. هل مشيئة الرب ما أعمل عملية ويضل السرطان في الجسم؟ هل أقعد وأستنى الموت؟ هل الرب عنده حل تاني؟ محتارة جداً وجواي صراعات، لكن بنفس الوقت سلام الرب مالي قلبي، وعندي شوق وتشويق، وكاتب كلمة وغموض اللي حطيتها بالإنجليزي suspense. هاي الكلمات اللي ذكرتيها على الفيسبوك شو بتقصد فيها أخت كاثرين؟ حقيقي يوم ما رحت على المستشفى وقلت للدكتور برغم كل مخاطر العملية أنا بدي أعمل عملية، لأني كنت واثقة إنه راح تمشي في الآخر مشيئة الله، فحسيت إنه خلاص بدي أعمل العملية واللي يصير يصير. وكان كنت متوقعة إنه يردوا علي إنه بدنا نعمل العملية. كنت مصلية قبل بيوم: يا رب لتكن مشيئتك، شو ما كان قرار الأطباء راح يكون هذا هو جواب من السماء لإلي، إنه هذا صوتك أعمل العملية أو لا. بس كان عندي شعور إنه ممكن يقولوا، يعني 99% راح يقولوا راح نعمل العملية. اتصلوا فينا وقالوا إحنا مش راح نعمل العملية،
لأنه في عندك سرطان في الرئة، وسرطان الرئة أول على تالي هذا السركوما في الرئة ما بعطي مجال للحياة. 3 أشهر ماكسيموم 6 أشهر بقضي على الإنسان وبموته. فعشان هيك رفضوا يعملوا العملية. بس أنا لو تشوف شعور السلام والفرح العجيب اللي غمرني. واحدة تانية أو مفروض يعني لازم هيك يصير، إنه خلص راح الأمل نهائيا في إنه الطب يساعدني. كان لسه عندي شوية أمل في العملية، ردوا وقالوا لا نهائيا نقدرش نساعدها. شو يعني؟ يعني أنا لازم أستنى إني أموت. بس ما كنتش خايفة، أجاني شعور بالسلام العجيب. كتبت إنه كنت مزبوط محتارة، بس في نفس الوقت إنه أكيد للرب في حل تاني، مش هون النهاية، مش الطب اللي بحط النهاية لحياتي. أكيد الرب في له خطة تانية لحياتي. حتى جد يوم ما كتبت عندي غموض وتشويق، أنا متشوقة أشوف شو خطة الرب، أشوف شو حل الرب. هيك بستنى بشوق بشوق، يعني حقيقي من كل قلبي أكيد الرب محضر خطة تانية يعني. وأنا وهذا الإشي أجا من ثقة إنه هو صالح، إنه أنا بنته، إنه أنا مش متروكة، عمانوئيل، الله معنا ولا يمكن يتركني. شو ما يحكي الطب، الكلمة الأخيرة للرب. هذه المشاعر أجتني لأنه أنا عارفة إنه في خلال رحلتي كلها من 2.5 سنين تقريبا مع السرطان وأقصى نوع سرطان، ولا يوم كنت متروكة. مرات جينا مشاعر ترك، بس لا، الحقيقة إنه هو معنا على طول. يعني كاثرين، ممكن يعني لما بتطلع على بعض الرسائل اللي أنت كاتبتيها، مثلا حاطة شيء في بداية السنة كتبت الآتي: شوية فضفضة من بداية السنة كانت صعبة بكل معنى الكلمة، صعوبة في الحركة، بدون رجل، محبوسة بين 4 حيطان، قاعدة على صوفة لحد ما يجوا الأولاد أو كريم اللي هو زوجك يفتح الباب، صعوبة في حتى إداء أبسط الأمور، حتى مجرد دخول الحمام يعني، وهكذا. وبعدين يعني كنت تسمع وتشوف الناس بتشتري وكذا، وأنت مش قادرة تدخل على المحلات تشتري لبس جديد أو تشتري على ذوقك. الكيماوي عم بينهش جسدي، نهشوة في الآخر ما أعطى مفعول. كانت سنة كنت أشوف فيها تعب زوجي وأولادي وحزنهم وعدم استقرار. يعني عاوز أقول باختصار، في طلعات وفي نزلات، في وأحيانا بيكون مراحل اللي الإنسان بيشعر بألم، بيشعر بإحباط. صرت ما بطيء المجاملات ولا الرسميات، كنت أحلم أنه أحط رجل وأرجع أمشي زي ما قبل، وأحلم لحد ما خاب أملي. وبعدين بلاحظ من الكتابات يعني في مرات هيك في أمنيات في حياتك وعم بتحس إنه مش عم تتحقق، لكن من ناحية تانية عم بشوف في قوة، في لمسة حضور إلهي موجودة في حياتك. وضحي لنا الفكرة، يعني إيه هذا الإحساس والشعور اللي أنت بتمر فيه؟ حقيقي في صراعات كبيرة كبيرة في حياتي، بس أنا بعتبر إنه يوم ما بشارك صراعي وبشارك ضعفي وبشارك الحقيقة اللي أنا بمر فيها بشكل يومي، بعتبرهاش إنه نزلة، مش نزلة أو طلعة، بالعكس أنا بشارك الحقيقة. أنا بشوف إنه أغلب رجال الله وأغلب المؤمنين في الكتاب المقدس كانوا يشاركوا مشاعرهم، كانوا يمروا في حالات إنه يشعروا إنه في إحباط، يشعروا كانوا متأكدين إنه الله معهم بس يسيبهم هاي المشاعر الإنسانية. تذكرت جدعون يوم ما ظهر له ملاك الرب، قال له إذا بدي أقرأ الآية إذا بتسمح لي أسيس، قال له الرب معك يا جبار البأس. فظهر له ملاك الرب وقال له الرب معك يا جبار البأس. فقال له جدعون: أسألك يا سيدي، إذا كان الرب معنا فلماذا أصابتنا كل هذه؟ وأين كل عجائبه التي أخبرنا بها أباؤنا قائلين: ألم يصعدنا الرب من مصر؟ والآن قد رفضنا الرب وجعلنا في كف مديان. الفكرة اللي بدي أحكيها إنه
كل شخص حتى مؤمن بشعر مرات في حيرة، بشعر إنه يعني عارف إنه الرب معه بس محتار وبسأل، طب إذا كان الرب معي طب ليش بيصير لي هيك؟ ليش قاعد الأمور بتتعقد زيادة؟ طب أنا كان عندي حلم إنه على القليلة أحط إجر وأمشي، على القليلة قد ما أعيش بالإجر، لو شهرين لو ثلاثة أشهر أعيش وأنا حاطة إجر، حتى قصة الإجر ما زبطتش، كأنه تسكرت الدنيا من كل النواحي. حقيقة حسيت في هذا الوقت إنه خلص يعني سكرت، بس أنا كنت متأكدة إنه حتى كل هاي الأشياء الصعبة الرب معي. يعني حقيقة في صراع، أنا بحاول يعني أحكي للناس وأشارك إنه أنا فرحي في الرب مش معتمد على الظروف. أنا بتشوفوني في السيارة باخذ السيارة وبسوق سيارتي في البلد هون في بيت لحم، وبكون مبتسمة وعايشة زي الناس، يعني بشوفوني مبسوطة وكل شيء تمام، بقولوا يعني هاي وضعها منيح، هاي صحتها منيحة. لا، أنا أنتوا بتعرفوش قديش عندي صراع يومي، يعني بلا مؤاخذة إني ألبس بنطلوني. يعني حقيقة يوم ما كتبت هيك على الفيسبوك، يعني كنت شاعرة يمكن زوجي بيروح على الشغل 8 ساعات وأولادي في المدرسة وأنا بقدرش أقوم من صوفتي على كرسي يعني أفتح حتى الباب. فكنت شاعرة في مشاعر بسميهاش نزول، مشاعر حقيقية وظروف حقيقية أنا بمر فيها، بس برغم هيك الفكرة اللي كنت أوصلها، برغم هيك الرب معي، برغم هيك إنه أنا فرحانة في الرب، برغم هيك قادرة أعيش، قادرة أستمتع في حياتي، حتى قديش بعيش ظروف جدا صعبة بس ما بخلي هاي الظروف تسيطر على حياتي. يمكن زي ما حكى المقولة، بقدرش أبعد طيور الهم إنه تحلق فوق راسي، بس بقدر أمنعها إنه تعشش مخي. ممكن يجي حالة إحباط، ممكن يجي حالة اكتئاب، بس ما بخليها هي اللي تقود حياتي، بالعكس فترة بسيطة وبرجع لثقتي في مواعيد الله. رح أسألك، بس حقيقة بمرق في هاي الصراعات، هذا إشي حقيقي يعني. أكيد رح أسألك كاثرين، بس بحب أعطي فرصة للمشاهدين. أنت بتشاهد برنامج ليكن نور وحديثنا مع الأخت كاثرين شهوان من منطقة بيت جالة بيت لحم. وكاثرين أصيبت بمرض السرطان، مرض صعب جدا، وحاولت تتعالج عدة مرات بمستشفيات الضفة في فلسطين، ذهبت لمستشفيات إسرائيل في تل أفيف، وفي تل أفيف حتى العمليات ما زبطتش، والنتيجة أنه بتروا رجلها. وبعد هذا الوضع صار في زي أمل أنه في علاج جديد في ألمانيا، راحت لألمانيا على أساس تتعالج، ويا للصدمة أنه رجعت من ألمانيا وعلى أساس أنه ما فيش علاج. لما رجعت مرة تانية على مستشفى في إسرائيل، قالوا طبعا الصدمة الكبرى أنه مش راح يقدروا يعملوا العملية، يزيلوا كل الأضلاع، 4 أضلاع والأورام، لأنه في عندها مرض سرطان في الرئة اسمه ساركوما، والمدة اللي أعطوها إياها، وهي حاليا يعني مثل ما شايفينها أعطوها 3 شهور، هذا الوضع من شهر أو شهر ونص، لكن إحنا ما زلنا نثق في الرب. هذا الوضع اللي مرت فيه كاثرين. فأنا بحب أشجع إذا في أي مشاهد، إذا عندك أي مداخلة أي سؤال، فيك تتواصل معنا عن طريق السكايب، عن طريق الهاتف، إذا أنت بتحب تشجع كاثرين بكلمة أو عندك، بس خلي تعليقك يكون بشكل مبسط مهدف سريع حتى نعطي أكبر فرصة للمشاهدين. كاثرين أنت بعدك معي على سكايب؟ أيوة. طيب أنا عندي سؤال، أنه أكيد يعني حتى في الكتاب المقدس رجال الله أصيبوا بإحباط، البعض أصيب بكآبة، حتى رجل الله موسى طلب من الرب أنه يقتله، إيليا النبي طلب من الرب أنه يأخذ حياته، وكذلك أيوب وإرميا النبي ويونان، وهي
يعني الأسطوانة بنشوفها في كتير ناس اللي طب خلاص طب ليش أنا أتعذب، طب ما تأخذ حياتي خليني أرتاح، طيب هل أنا أفضل من ناس تانيين؟ لكن السؤال اللي عاوز أسألك إياته، يعني شو بيكون شعورك لما أنت خلاص سمعتي هذا الخبر إنه ما في أمل من العملية، ما في أمل من الشفاء؟ احكي لنا عن مشاعرك أنت إسا ككاثرين موجودة في بيت جالة، قاعدة في بيتك بتستني الوقت، شو الإحساس اللي بتمر فيه؟ بصراحة بفكر لو أنا شخص ما عندوش علاقة في الرب وما عنديش ثقة وإيمان إنه في حياة أبدية بعد الموت، يمكن أنا هلأ في أصعب وقت في حياتي. بتخيل الناس اللي ما عندهاش هذيك الثقة وهذيك الطمأنينة إنهم في حياة بعد الموت، في ثقة في حياة بعد الموت، يعني بيكون الوضع صعب. بس حاليا أنا بفكر بمنطق، بقول بعرف إنه الله عنده خطة لحياتي، لكن ما بعرف كيف الله راح يتصرف لقدام. أنا شفت ناس كتير انتقلوا ما شفاهم الرب، فكان طريقة الشفاء بالانتقال التام. شفت إخوة مؤمنين كتير الرب ما سمح في الشفاء وانتقلوا. فأنا بقول إذا الرب مثلا بده ياني سمح إنه أنتقل، شو أسوأ إشي ممكن يصير؟ الموت. شو أسوأ إشي؟ الموت. بس الموت بالنسبة لإلي مش إشي بيخوف، الموت بالنسبة لإلي مجرد رقاد، مجرد كأنه نمت واستيقظت في عالم تاني. يعني أنا موعودة في حياة أفضل، هذا في أسوأ الظروف وما شفيتش وشو ما صار رح يجي الموت، بس الموت مش مخيف بالنسبة لإلنا. إحنا موعودين في حياة أفضل، حياة فيش فيها مرض، حياة فيش فيها ألم، حياة فيش فيها عذاب، حياة رائعة جدا كما بوصفها الكتاب المقدس. فيعني شو اللي بخوف؟ أكتر إشي بخوف الناس حقيقي، أكتر إشي بسبب أمراض نفسية للناس، وأكتر إشي الصراع اللي داخل الناس خوفهم من الموت. أنا مش خايفة من الموت. أنا بحكي لأولادي أنا الماما ممكن في أي وقت إنه تنتقل، حتى أولادي بيعرفوا إنه الموت مش إشي مخيف، أنت راح تروحي لعالم أفضل، راح تروحي عند يسوع إذا سمح الله بالموت. بس حقيقة أنا بعرف إنه الله معطين عمر لليوم أصلا معجزة. أنا مفروض أكون ميت بالراحة من سنة ونص، من سنة ونص قالوا لي مش ضايل لك إلا كم من شهر، بس أنا هيني موجودة وحية ولسه بتنفس على سرطان الرئة الموجود في الرئة، على القليلة مفروض إني ما أتنفس، يكون عندي صعوبة في التنفس. بس عشان يثبت لي الله إنه مش كلمة الدكاترة اللي قاعدة بتصير، كأنه قانون تاني يطبق على حالتي، يعني بمعجزة أنا موجود اليوم. لتكن مشيئته. آمين. قاعدة آمين. بقول له يا رب لتكن مشيئتك، شو ما كانت مشيئتك خير لإلي. عم تتنفسي، عم تتنفسي وكمان عم تتكلمي. نشكر رب. آمين. نشكر رب. أنا بحب فعلا الأرقام، الهواتف موجودة على الشاشة والسكايب، فيك تتواصل معنا. عندي كمان سؤال لكاثرين، لكن قبل هذا السؤال إذا ممكن نشوف مقطع ثالث من اختبارك في المرحلة اللي مضت. عندنا رجاء إحنا كعيلة وكشخص، أنا مختبر الرب وعندي علاقة في الرب، أنا أؤمن إنه من آمن بي ولو مات فسيحيا. فالموت مش النهاية، أنا في نظري الموت بداية، بس هو الأصعب إشي إنه أترك هلا حاليا في الجسد أولادي. أنا كنت خادمة سيدات زي ما بتعرف، وكنت أوعظ للسيدات، أشجع السيدات، عاملة آخر إشي يوم ما شخصت بالسرطان كنت أعمل سلسلة أنا هو، مين أنا هو، كأنه أظهر من هو الله، مين هو يسوع المسيح، هل أنا هو القيامة والحياة، أنا هو الراعي الصالح، أنا هو نور الحياة. كنت أحكيها بشغف وأحكيها من قلبي لأنه مختبرة. بس يوم ما شخصت بالمرض، كاثرين سألت كاثرين، هل حقيقي يا كاثرين يوم وصلتي مرحلة الموت هل تؤمني إنه يسوع هو القيامة والحياة؟ كنت أسأل حالي أسئلة، كاثرين
انت بدك تموتي خلال 6 أشهر، صدقت انه انا ممكن اموت خلال 6 أشهر يعني انتقل. كاثرين انت مستعدة للموت؟ هل انت بدك تواجه الموت؟ صدقني أسيس في هذاك الوقت كنت قادرة أقول أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ شو ردة فعلك لما بتسمعي أشخاص بيقولوا حرام مسكينة لسه بعدك شابة صبية عندك أولاد صغار، أو البعض الآخر ممكن يستخدم تعبير سلبية يمكن في إشي غلط أو أنت عارفي اللي هي ممكن تجرح الإنسان، شو ردة فعلك لهاي الكلمات؟ حقيقي صرت أنا أبحث أكثر في الكتاب المقدس، صار عندي إشي من جوا يدفعني إني أدرس الكلمة أكثر. كنت قرأ سفر أيوب أكثر من مرة، بس هالمرة يوم قرأت أيوب وتجربة أيوب بدي أستفيد. يا رب طب ليش سمحت في أيوب؟ أكيد أنا بدي أستفيد من هلا. أدرس 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 ألاقي إنه مش زي ما الناس بيقولوا لي، مثلاً مش شرط إنه يكون عندك خطية عشان هيك أنت مرضت، مش شرط إنه في أسباب للمرض يعني. فدرست الكلمة، عزيت، كان الرب يعزيني من الكلمة نفسها. يمكن مرات في الناس متعبين وكأنه بحسسوك بالشفقة، بس صدقني يمكن الناس كانوا يجوا عندي حزنانين مسكينة لسه صغيرة في العمر دا تترك هالأطفال ولسه زوجة صغير، بس أنا جواي كنت أقول ليش هيك بيحكوا؟ طب يعني هدول مفروض يعني يكونوا عارفين إنه أنا إذا موتت أنا رايحة عند الرب. أنتوا احزنوا على حالكم، ما تحزنوا علي. أنا عندي علاقة، أنا رايحة للحياة الأفضل. الكتاب المقدس بيقول لا وجع ولا صراخ ولا حزن، بالعكس حتى رح يرجع جسدي كامل. حتى ابني الصغير يوم ما شاف رجلي مقطوعة أجع المستشفى، فرجيتهم رجلي وشرحت لهم الوضع وهيك، بقول لي ابني ماما مبروك. بقول له ليش بتقولي مبروك حبيبي؟ بقول لي ماما إذا متي رح يسوع يرجع لك إجرك في السماء، لأنه مكتوب إنه جسدنا رح يرجع كامل، فرح يعطيك جسد جديد. مجداً للرب، مجداً مجداً للرب. فعلاً يسوع حي، هو الرجاء للحياة الأبدية، والرب رح يعطينا أجساد كاملة طبعاً في السماء. كنت ذكرتي كاترين أنه يعني عم بتصلي أنه الرب يعطيك شوية عمر حتى تشوفي وتفرحي بأولادك، وطبعاً إحنا بهذا الدور احنا عم نصلي معك ومنصلي من اجلك، لانه انت بالبدايه ذكرتي كلمه كتير كتير حلوه انه الكلمه الاخيره للرب، مع انه الله بيستخدم الطب وبيستخدم كل الوسائل، لكن من ناحيه ثانيه عاوز يعني امبارح كنت بتكلم مع اخت من خلفيه اسلاميه من مصر، وامنت بالمسيح ومن خلال ايمانها الرب شفى بنتها من مرض السرطان، طبعا بتأييد الأطباء اللي فعلا قالوا انه هاي معجزة، وبنتها شفيت بالكامل، شفيت بالتمام. هل أمين. لما بتسمعي هذا الكلام شو الإحساس اللي بدور في داخلك؟ ليش مش انا مثلا؟ لا حقيقي أنا بعرف إنه الرب قادر يشفي، ومتأكدة وعندي ثقة إذا أراد في كلمة منه ببرق جسدي من كل الأورام الموجودة فيه. بس أنا بآمن إنه لكل شخص فينا في خطة محددة، يعني أنا خطة الله لإلي مش زي خطة شخص تاني، عشان هيك إرادة الله الشفاء للجميع هاي 100%. الله مرات له طرق خاصة، بعدين الله بيقول صنع الكل حسنا في وقته، فأنا يمكن وقتي ما أجى للشفاء، ممكن ما بعرف يعني بصراحة. إحنا بشر، اللي بقول لك أنا بعرف كيف الله بده يتصرف الخطوة الجاي بيكون في مشكلة، إحنا ما بنعرف كيف الله بده يتصرف، يعني هو الله. عشان هيك خطة هاي البنت إنه الله يشفيها، هاللويا مبارك اسمه، هو قادر وبشفي. وأنا بسمع عن حالات شفاء في كل أنحاء العالم، وشايفة قدامي كتير شفيه من السرطان.
بقولش ليش مش أنا، ولا مرة شعرت إنه لا ليش طب تشفي ناس وأنا لا. أنا بشعر إنه مرضي لمجد الله. يوم مرات كتير بكون أقرأ في الكلمة وبسمع وعظات وبتعزى فيها، صدقني أسيس بصير أقول يا رب شكرا إنه أنا المختارة، شكرا I am the chosen one. بقول له شكرا إنه هذا المرض قاعد بيقربني منك. ممكن الله يعني سمح في المرض لإلي عشان ينقي إيمان، عشان ممكن ما بعرف، بس أنا بحكي عشان يغير في أشياء، عشان أكون بركة لناس كتيرين. فأنا ما بعرف، نقبل إنه ونثق إنه الله صالح وبيعمل الكل لخيرنا، لأنه أفكاره أفكار سلام من جهتنا لا شر. فيعني حتى يمكن أنا شايفة إنه طب يا رب مرات يعني بيجيني هيك تفكير، طب يعني ممكن لو ما انقطعتش الإجر، ممكن أنا لو بقبل السرطان السرطان وقبلته، بس على القليل لو ضلت الإجر، لو ما سمحتش إنه الإجر تنقطع كان حياتي كتير أسهل، يعني بعيش الحياة بطريقة أفضل. بس هيك يا رب كله مرة واحدة، فبشعر إنه الله أنا ككاثرين شهوان في خطة منفردة لإلي، في من وراها هدف، وبآمن إنه فيش عشوائية في الحياة، وبآمنش في الصدف. مزبوط مزبوط صار في خطأ طبي بسببه راحت إجري، هذا 100%، لكن ولا إشي هيك إيماني بحكي، ولا إشي بيتم بدون معرفة الله وبدون سماح من الله، لأن الله كلية المعرفة وكلية القدرة يعني، فهو عارف إنه راح تروح الإجر وعارف إنه راح يصير معي هيك، لكن بحكمته اللي مرات بنفهمهاش، لأنه إحنا بشر وعندنا مخ محدود، إحنا بنفهمش كل شيء، ولا الله مطالب يفهمني ليش صار معي هيك، مش مطالب. يعني هو عنده حكمة أصلا، حتى لو حاول إنه يفهمني أنا مش راح أفهم، لأنه أنا مخي على قدي ومخي محدود. فهو اللامحدود، هو الأزلي، هو الأبدي. فعشان هيك أنا واثقة في خطته لحياتي، وشو ما كانت خطته أكيد للخير. يمكن هلأ يعني زي البازل، الصورة القطع مش راكبة على بعض، يعني لحد هلا مش شايف الصورة الكاملة، بس أنا متأكدة إنه الرب شايف الصورة الكاملة، لأنه هو شايف المستقبل. وباسم يسوع شعاري في الحياة إنه كله للخير. أكيد. كله للخير، لو هلا حاليا الناس شايفين إنه مش خير اللي بيصير لي، الناس شايفين يا حرام شو هالشر اللي صار له، شو هالتجربة الصعبة، راحت إجرها وسرطان معبي جسمها، لا أنا حقيقي شايفه للخير. يعني خليني اخذ، لا ما بقول انه ليش انت شفيت هاي وما شفيت ما شفتنيش، لانه بعرف في خطه معده من قبل ما انا ولد حتى لكاثرين. يعني خليني اخذ كاثرين مكالمه من الاخت نهال من انجلترا. اهلا وسهلا اخت نهال، انت معنا على الهواء. ألو، مساء الخير يا حكي القسيس. أنا عايز أقول فعلا مجدا مجدا للرب، وانت فعلا يا أخت كاثرين بركة لآخرين. أنا عايزة أبوسك وأحضنك وأقولك ويلدن على إيمانك الرائع، لأنه حطيتي إيديكي فعلا على مفتاح النجاح في الحياة الروحية، وهو أنك ثبتتي عينيكي على الثابت، لأنه إحنا بنتعب لما بنخلي فرحنا متعلق بالظروف اللي طالعة واللي نازلة. لما تكون ظروفي حلوة أفرح، لما تكون ظروفي وحشة أحزن، لكن أنت حطيتي عينيكي على الله اللي هو ثابت، وبذلك فرحك ثابت وواضح جدا في كل كلامك. أنا نفسي كمان يعني نفسي حضرتك كده توجهي كلمة لأخت عندها نفس المرض ده، لكن هي بتقول إنه ده صليبي ومن عند الرب وأنا قبلها بشكر. ونفسي حضرة القسيس بقى نزار تعرض لنا حلقة الفرق بين مشيئة الله وسماح الله، لأنه الحتة دي فيها لبس كتير، وربنا يبارككم. شكرا كتير أخت نهال على تشجيعك لكاثرين. وخليني أقول لكاثرين إيش الرسالة اللي أنت طبعا بتقدميها للمشاهدين اللي عم بيشوفوك حاليا على الحلقة.
شكراً أول إشي للأخت نهال على تشجيعها الرائع اللي بلمس القلب. فيوم بشوف قديش الناس متبركين من اختباري بقول مجداً للرب، لأنه اختباري بمجد في اسمك، فهذا سبب فرح لإلي، فشكراً كتير. أنا بقول بصراحة يعني لشخص صابوا مرض السرطان، أخت صابها مرض سرطان وقالت خلاص هذا من عند الرب وأنا فيش علي دور، حقيقي أنا بعتبره هذا استسلام. في فرق بين الاستسلام والتسليم. هلا استسلام يعني انه انا احبطت خلص مش عارف اسوي اشي، حتى بديش اصلي للشفاء لانه الرب خلص هيك بده. لا، الرب قال اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، اسألوا تعطوا. فعشان هيك ليش يعني احنا منصلي عبثا؟ الله بده ايانا نصلي بلجاجة للشفاء. ما اقول خلص هاي إرادة الله وخلص أستسلم ولا كأنه ما ليش دور، لا، لازم نبكي، لازم أنا بصرخ للرب لليوم مع إنهم قالوا لي فيش أمل، بقول له لا يا رب أنا بطالبك في الشفاء لأنك أنت قادر يا رب لتكن مشيئتك مزبوط، لكن أنا لازم أعمل دوري، ما أكون دوري السلبي، ما أكون سلبية وأقبل خلص يلا ما هو هيك الله بده. هيك بصير زي كأنه كل شيء مقدر ومكتوب. لا، إحنا ما بنآمن هيك إنه كل شيء مقدر ومكتوب. الله في ملك نحمية أظن قال طلب، كان خلص أجت الموت وطلب حزقيا طلب وقال يا رب، يوم أجى موته صار يبكي للرب ويقول يا رب أنا بدي أعيش، فالرب استجاب وغير الأمر اللي طلع منه وأعطاه 15 سنة زيادة. فنتيجة صراخه ودموعه وصلاته للرب غير شو كان بده يصير. فأنا بقول لكل شخص، بشجع كل شخص، أول إشي يبعد المرض عن الجميع باسم يسوع حماية كاملة، بس الأشخاص اللي أصيبوا بهذا المرض أو أي مرض آخر ما تستسلم، ضلك طالب الرب للنهاية في الشفاء، ضلك أصرخ للرب في الشفاء، ما تقولش خلص ما بدي حدا يصلي لي، لا أنا بطل، أنا بطلب من كل المشاهدين، من كل المؤمنين، بحكي لكل العالم أرجوكم صلوا لي عشان أعيش أكتر، عشان أفرح في أولادي، عشان أستمتع، أستمتع إني أزوج بنتي، أروح أطلب لابني عروس، أشوف تخريجهم في الجامعة. فما نكون سلبيين، بالعكس يكون عندنا إيجابية إنه الله قادر، الله يستطيع، الله ممكن يغير الظروف في لحظة، في طرفة عين زي ما بقول. وانت بتتكلمي أخت كاثرين، يعني وجهني الرب للآية اللي اقتبستيها، اللي لما الرب تكلم مع الملك حزقية عندما بكى، لكن جواب الرب كان له في ملوك الثاني إصحاح 20 والآية 5. وبعتقد أنه هذا وعد يمكن البعض عم بشاهدنا في هاي اللحظات، هذا الوعد: قد سمعت صلاتك، قد رأيت دموعك، ها أنا ذا أشفيك وأزيد على أيامك. أخت كاثرين، اليوم في كتير ناس بيبعتوا لنا رسائل صلاة، طلب للصلاة من أجل أمراض السرطان، وعم بشوف أنه هذا المرض يعني بكثرة في هذه الأيام. لكن برضو كتبت أنت من خلال المقالات بالفيسبوك، لاحظت لما ذكرت قصة الرب يسوع لما ذهب لبيت عنيا وقال للعازر، العازر مات وكان موجود في القبر 4 أيام وقد أنتن، لكن المسيح قال لعازر ألم خارجا. أعطيني بس المحتوى، إيش الفكرة من وراء الموضوع؟ يعني الفكرة من وراء الموضوع إنه لو فقدت الأمل، يعني شخص مات 4 أيام في القبر، ريحته طلعت، حتى شاركت على الفيسبوك انه اتحللت الكلية، اتجلط الدم، كل الجسم، كل اعضاء الجسم خربت عضو ورا عضو، خلص انت ريحته طلعت، فيش منه ولا امل ولا واحد في، خلص مات. لكن الرب يسوع قال له عازر هلم خارجا، الشفاء والحياة بكلمة يسوع.
بكلمته. في أمل، دايما في أمل. لو شايف وضعك خلص إنه أنا انتشر السرطان في كل جسدي، أصلا الدكاترة قالوا فيش أمل، يعني فيش إلي أمل وأنا رايح أموت، لا ما تفقد الأمل. عنا عدة أمثلة، وأكبر مثال إقامة ميت من موته بعد 4 أيام. فهاليلويا هاليلويا، قادر إنه يقيمنا في 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 وقت فيش في أمل نهائيا. يعني مش لازم نفقد الأمل نهائيا. أنا شخصيا أنا مختبرة معجزة، يمكن المعجزة اللي أنتوا شايفينها ما راح السرطان، ممكن هاي الأورام بتكبر. بس تعرفوا شو قالوا لي؟ قالوا لي أنت عايشة هلأ بمعجزة، وجود ساركوما في الرئة، وجود أورام لهالدرجة في جسمك، أنت حية بمعجزة. فكأنه يعني المعجزة مش زي مرات ما بنتوقعها. الله له طرق تانية، طرقه غير طرقنا وأفكاره غير عن أفكارنا. ما نحط الرب في زي كأنه حاشا إنه نستخدم هيك، نحد الرب نحطه في قالب معين ونقول إذا ما صارش هيك يعني ما انشفيتش نهائيا، يعني الرب ما عمل معي. لا، الله له طرقه. أنا رب مجرد وجودي هون هاي معجزة بحد ذاتها، فأنا معتبره أوريدي صارت مع المعجزة. بقول له بس طول في عمري حتى بوجود السرطان في الجسم، إني أقدر أفرح في لحظات مهمة في حياة أولادي وأستمتع في أولادي أكتر. أخت كاثرين، الكتاب بقول لن أموت بل أحيا لأحدث بعجائب الرب. وكمان شيء تاني، يعني شو بتشعر لما بتسمع كلمة يعني من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق؟ بعدين بيقول يعني لا شيء يفصلنا عن محبة المسيح، لا موت ولا حياة. يعني حتى الموت ما بيفصلنا، لأنه دائما نتذكر من خلال كل الظروف أنه الله بحبنا، وأنه هاي المحبة مش هتنفصل ولا لأي سبب من الأسباب. وكمان الآية اللي حابك تعلقي عليها، لما الرسول بولس اختبر حضور الله، كان موجود في السماء وبعدين اختبر شوكة في الجسد، والرب كلمه قال له تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. شو بتحس لما بتسمعي هذه الآية؟ قوتي تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. حقيقي حقيقي، يعني هذا اختبار لكل شخص متألم، وأنا مختبرته شخصيا. أكتر مكان وأكبر نعمة بتشعر فيها يوم ما أنت تكون في ضيق، هذا اختبار. يوم ما أنا أكون بحاجة لله، دايما بشوف نعمته كبيرة في حياتي. بعدين تكفيك نعمتي، حقيقي يعني أشكر، يعني ما تتذمر، يعني ما تقول أنا صار لي سرطان وتعيش في مرارة وشمعنا ابن الجيران لا، ولا جارتي ما صابهاش وأنا صابني. لا، الله له هدف، الله له حكمة من كل شيء بيصير. كمان ما يكون عندنا شعور المرارة حقيقي. يعني أنا مرات من تجربتي الشخصية بطلع في السيارة بسوق، إجري مقطوع على الشمال، بقول يا رب شكرا تكفيك نعمتي إنه إجري الشمال اللي راحت مش اليمين. يعني اليهيني بقدر أسوق، منيح اللي لسه اليمين موجودة إني بقدر أسوق. نتطلع على النعمة الكبيرة لأن قوتي في الضعف تكمل. حقيقي انت بتكون بحاجة لله وبتشوف عظمة الله في ضعفك، في ضعفك. يوم يكون عندنا كل شيء، يوم يكون انا صحتي منيحة، يوم يكون الله معطيني غنى، الله معطيني البيت اللي بحلم فيه، الله معطيني الاولاد، الله معطيني كل شيء في الدنيا انا بتمناه، يمكن ابطل بحاجة لله واقول خلص انا كل شيء عندي ليش اطلب الله. بس حقيقي انت بتشوف الله برؤية واضحة وبتشوفه بكامل مجده وبكامل هيبته وبكامل حضوره لما انت تكون في ضعف. حقيقي يعني انا من اختباري الشخصي. كاثرين، في عنا مداخلة على السكايب من الجزائر. اهلا وسهلا فيك، انت معنا على الهواء. تفضل.
تفضل انت معنا على الهواء. شكرا اخ نزار. اهلا وسهلا، مين معي لطفا؟ شكرا، اولا انا سعيد جدا الحديث معك لاول مره، ولو اني اشاهد حلقاتك العديد من المرات من خلال قناه الحياه، ولكن لم يصح لي الفرصه ان اكلمكم. اهلا وسهلا. اليوم لما كنت اسمع شهاده الاخت المباركه اضطريت بكل محبه واخلاص اني اتدخل واقول كلمه تشجيع للاخت. تفضل تفضل. ما يسعني ان اقول هو انها هي موضوع بركه ليست فقط لنفسها ولكن لكل من يؤمن ولغير المؤمن بالرب يسوع المسيح. فحياتها وألامها ما هو إلا شفاء للغير وشفاء لنفسها كذلك. لكن نحن كمؤمنين بالرب يسوع المسيح وكخدام الرب في الخفاء نبقى دائما نصلي من أجل بعضنا البعض، لأنني أؤمن بأن كل عضو من أعضاء جسد المسيح فهو واجب عليه أنه يصلي من أجل كل أخ وأخت في العالم كله، من أجل كل العالم. فلك مني كل الشكر وللأخت الشكر والمواصلة في الإيمان. وأكيد أكيد أنا أؤمن بأن الرب لديه شيء يريد أن يقوله من خلال هذه الأخت المباركة، ليس فقط لها ولكن لغيرها كذلك، لنا نحن ولغيرها. آمين. فالرب آمين. ويباركك ويبارك حصتك ويبارك أخوك الأخت وأولادها وزوجها، وأنا أكيد أوعدك أني أصلي من أجلها. آمين. شكرا جزيلا من أجل صلواتك أخونا عابر من الجزائر. ربنا يباركك ويستخدمك ويحميك أيضا في الجزائر. خليني أخذ مكالمة من أبو داود من الولايات المتحدة. تفضل أبو داود، أنت معنا على الهواء. أبو داود أنت معنا على الهواء. طيب أوكي. أخت كاثرين، مكتوب ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده. طبعا احنا بنعرف من كلمة الله انه كل الاشياء اكيد رح تعمل للخير، والكتاب المقدس عم بشجعنا انه ان نطلب، ولكن ليطلب بإيمان غير مرتاب البتة. ومهما طلبتم حينما تصلون فآمنوا ان تنالوه فيكون لكم. مثل الأخت نهال وأخونا العابر من الجزائر وإخوة وأخوات كثيرون عم بيرفعوك بالصلاة. أنا عاوز أنه أنت توجهي رسالتك لكل المشاهدين. إذا طلبت صلاة أو أمنية عندك أو إذا في رسالة على قلبك توجهيها، كلنا أذان صاغية. تفضلي أخت كاثرين. أول إشي جد بحب أشكر كل الإخوة اللي اتصلوا وشجعوني، حقيقي لمست قلبي كلمة من الأخ من الجزائر قال يمكن مرضها شفاء لآخرين، وهذا أكتر موضوع بفرحني إنه إحنا مرات الله بيسمح في حدوث أشياء مؤلمة في حياتنا حتى يمكن ناس تانيين يتباركوا منها، فكتير لمس قلبي هذا الإشي وفرحني، فبشكرهم كتير وبشكر صلواتهم. أنا بشجع كل الأشخاص في كل العالم إن كان مرضى أو غير مرضى إنهم يلتصقوا في الرب. حقيقي 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 اكتشفت إنه الالتصاق في الرب والشركة مع الرب والعلاقة الحميمة مع الرب هذه من وراها مكسب في كل الحالات. مكسب يوم أنت تكون في ضيق هو بيكون الصديق لإلك، هو يجعل مع التجربة المنفذ، هو بعطيك معونة بعطيك نعمة سنوية من فوق، ولا مرة أنت متروك لحالك.
انه ما تشعر انه في حدا هالقد قريب منك، اقرب من نفسك الك، قاعد بدير باله عليك وبيحفظك وبيطمنك في مواعيده في الكتاب المقدس. اروع شعور. يمكن حتى بقوله مرات انه النفسيه بتلعب دور في علاج مرض السرطان. انت من الايمان والثقة في الرب نفسيتك بتعلى، وهيك كمان بتحارب المرض. فالالتصاق بالرب من وراء مكسب لكل شخص ما اختبرش الرب، لكل شخص بعيد عن الرب بقولكم خسارة، خسارة. دوقوا حلاوته، دوقوا المعية، اختبروا صلاحه. الرب صالح، الرب صالح. لو بتمرق في ضيق، لو بتمرق في ألم، يمكن بتقول وينك يا رب، ليش، لماذا تنساني كل النسيان. صدقوني هو معاكم وبتألم لألامكم، وفي الآخر رح تقول كل الأمور لخيركم. بتعز كثير من قصة يوسف. يوسف يمكن في هداك الوقت شاف حاله إخوته باعوه، ارتمى في البير، اتهم بالزور، كان في السجن، ما حدا اطلع فيه. ده الأمرين يمكن شعر في هذاك الوقت، يعني وين، ليش بصير فيه كل هالبلاوي، هالمصايب، هالإحباطات. لكن في النهاية الرب على من شأنه وقالت كل الأمور لخيره. يمكن هلأ أنت مش شايف الخير، بس صدقني كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. وأنا بشجع الجميع يلتصقوا بالله ويطلبوا معرفته، لأن رأس الحكمة مخافة الله. لو أنت يكون عندك كل شيء في الحياة وما عندكش العلاقة مع الله، انت 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 خسران كثير. لانه ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ عشان تكسب نفسك اعرف المسيح، اعرف العمل اللي عمله عشانك، اعرف اتعرف على هذا الشخص اللي انا مختبرته في ضيقي، قديش هو صالح وقديش مطمني ومعطيني هاي الفرح وهذا النفسيه المنيحه، كله بسبب علاقتي فيه. امين امين. اخت كاثرين شكرا جزيلا والرب يباركك. شكرا كثير كثير على المداخله. احنا نعلن بالايمان مثل ما قال الكتاب، لن أموت بل أحيا لأحدث بعجائب الرب. أنت أصلا في بيت لحم وبيت جالة، قصة معجزية عم بتصير بين الناس. وفي نفس الوقت نتذكر أن الرب يسوع هو شافينا، هو أخذ أسقامنا وحمل أمراضنا في الصليب. ويسوع المسيح هو أمس واليوم وإلى الأبد حي. أنا بصلي في اسم الرب يسوع كل اللي بيشاهدونا في هذه الحلقة، إذا عندك أي مرض، أي ضعف، في اسم الرب يسوع بصلي اليوم بالتحديد من أجل شفاء كل أمراض السرطان. وبصلي كمان من أجل أختي كاثرين اللي كتبت أو حكت عن اختبارها، أنه الرب يعطيك الشفاء السريع كاثرين. وفعلا حياتك أنه كمان حلقة تشهدي عن شفاء الرب الكامل، أنه الرب فعلا صنع معجزة. أنا بشكرك من كل القلب. إلى اللقاء والرب يبارككم.